عرفوا المدني عن مغربية الصحراء والذي سينطلق الملتقى الأول له إن شاء الله غدا بمراكش ويهم مشروعا لتعزيز قدرات الفاعلين المدنيين فاعلين في المجتمع المدني من أجل ترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء. وهذا المشروع سبق الإعلان عنه قبل أشهر ويهم أولا أو ينطلق أولا من تثمين الرصيد الذي سجلته عدد من الفعاليات الجمعوية في مجال ترافع عن مغربية الصحراء. هناك رصيد تشهد عليه اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اجتماعات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، المشاركة في المنتدى الدولي كالمنتدى الاجتماعي كالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، هنالك البرلمان الأوروبي وغيره، يعني هنالك رصيد. ثانيا هنالك ما يتعلق بالتطورات الحاصلة على المستوى المؤسساتي الدولي، مثلا مجلس حقوق الإنسان جنيف كيعرف واحد العدد من التطورات، إذا عدنا إلى عقود ماضية لم يكن موجودا. هنالك فضاءات على المستوى القاري جديدة، مثلا المجتمع المدني على مستوى الاتحاد الافريقي، عودة المغرب للاتحاد الافريقي، إذا هنالك تحولات ومستجدات مؤسساتية على المستوى الدولي والقاري تفرض تعزيز هذه القدرات. إذا تثمين الرصيد والبناء عليه. ثانيا استيعاب المستجدات. ثالثا تطوير التفاعل مع التحولات التي يشهدها الخطاب الانفصالي معادي الوحدة الترابية. عدد من القضايا التي تطرح، عدد من الأسئلة التي تطرح، هذا يقتضي التوفر على أجوبة مضبوطة، وهذا عنصر مهم. ولهذا ما تفضلتم بطرحي السؤال هل هنالك شراكة، هنالك عمل مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، لأنه يعني لا يمكن لنا أن نعطي أجوبة تتعلق بقضية ما إذا لم تقع العودة إلى القطاع المهني. دورنا كوزارة هو مساعد ومواكب مع الفاعلين المشتغلين في هذا المجال. وقبل الانتقال إلى محطة الملتقى كانت لنا مرحلة أولى على المستوى الجهوي بشراكة مع المنظمة المغربية للشباب بجهة درعا تافيلات. في هذه الجهة أطلقت هذه المنظمة عملية تلقي الترشيحات لتكوين 50 شاب وشابة يشتغلون في المجال المدني من أجل ترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء. تم تلقي من أزيد من 300 ترشيح من طرف هذه المنظمة، تم انتقاء 50 ترشيح بمعدل 10 لكل إقليم من الأقاليم الخمسة التي في الجهة. ونظم الملتقى في أبريل الماضي بورزازات، كانت تجربة مهمة. بالنسبة إلينا هناك معطى خامس، إضافة لهذا المعطى التسمين، استيعاب المستجدات، الأسئلة الجديدة المطروحة على مستوى الخطاب المعادي للوحدة الترابية، والمعطى الرابع قبل الخامس، المعطى الرابع وهو ما تتيحه ثورة الاتصال الرقمي من إمكانات هائلة في مجال الترافع عن مغربية الصحراء، منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هذا الأمر يقتضي اكتساب مهارات. ثم المعطى الخامس ويقتضي بضرورة توفير آليات للاستجابة لطلبات التكوين مع بروز أجيال جديدة. ولهذا المشروع الذي سينطلق غدا بالإضافة إلى كونه سيكون محطة وطنية أولى، ستتلوها محطات جهوية لأن الطلب كبير، وأيضا سيعرف انطلاق المنصة الرقمية للتكوين عن بعد في الترافع المدني عن مغربية الصحراء e-sahara.ma. هذا الاي لامباورينغ تمكين بشراكه مع هيئه مدنيه، وس
سينطلق هذا المشروع وهنالك الآن كلية الحقوق بسطات وأيضا كلية الحقوق بمراكش ستكون يعني شريكة بإذن الله في هذا المشروع. بالتالي نحن إذا عمل بخمسة أبعاد أو بخمسة عناصر تتعلق أولا بتسمين الرصيد الموجود والعطاءات الموجودة، ويتعلق ثانيا بمواكبة التحولات المؤسساتية الحاصلة على المستوى الدولي والقاري، يتعلق ثالثا بتطوير المعرفة والأجوبة من أجل تفاعل قوي مع التحولات اللي عرفها الخطاب المعادي للوحدة الترابية، يتعلق ثالثا بتعزيز تملك المهارات اللازمة من أجل ترافع فعال خاصة ما يتعلق بالترافع الرقمي أو الترافع المنبري أو الترافع الفني، ثم خامسا ما يتعلق بالحاجات أو الطلب الكبير المتنوع للتكوين، ولهذا تم اللجوء إلى آليات منها الملتقيات الجهوية ومحلية ومنها أيضا التكوين عن بعد. لهذا المشروع إن شاء الله نأمل له النجاح، وهو كما قلت ثمرت المشاركة وثمرت أفكار التي طرحت قبل سنوات، وهو عمليا يمكن الملتقى الأول بالنسبة للقطاع الحكومي، ولكن سبقته ملتقيات وأنشطة وكانت جهود في السابق. حنا أنا شخصيا ما كنبغيش نقول بأن رانا تنبداو من الصفر في واحد القضية، لا، كاين أعمال، كاين ناس اللي سبقوا داروا عطاءات وداروا أعمال، وكانت عندي زيارات للمجتمع المدني في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، فعلا كانت مبادرات في هذه العقود الماضية ونوعية، الزيارة ديالي بوجدور، العيون، الطرفاية، الكمين، الداخلة، في هذه المدن الأربع كانت عندي لقاءات في هذه الأشهر الماضية، ولقاءات مع المجتمع المدني مثلا ديال السمارة، لأن كان عندنا لقاء في الداخلة مع نسيج ديال المجتمع المدني من مدن مختلفة في شهر مايو الماضي، و يعني أؤكد أن الفور ولله الحمد على رصيد مهم ينبغي تسميه، ينبغي مواكبته والثقة فيه، هذا واحد العنصر مهم.